يستمر مشاهدينا الكرام في كل مكان. تحدياتنا الصباحية هنا مثمرة من خلال الانطلاقات والمنافسات التي تجمع هذه الأبكار والقعدين في ملتقى هذا اليوم، في ملتقى منافسات هجن أبناء القبائل. نعود إلى البداية ونتابع تحديات شوطنا الخامس والجولة الثانية، حيث نذهب مباشرة إلى عملة تسيطر على الناموس الأول، ناصر بن عبد الله المسند يقدم هذا الاسم، بينما في المركز الثاني قادم الشايبة لسيف بن سيل بن خيره العفاري يحتل المركز الثاني. إلى المركز الثالث هنا وجود الظبي علي بن سالم بن علي الوهيبي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وصلت وتقدم مطيلة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يأتي على المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الآخر في تحديات هذا الشوط. أتابع المركز الخامس، هنا انطلاقتي وتقدم هملولة خلفان بن صياح بن رصاص المنصوري يتقدم إلى المركز الخامس، بينما في المركز السادس وصلت الآن غوالي سهيل بن هلال بن طراف المنصوري يحتل المركز السادس والمركز السابع، هذه اللي وصلت الآن في سابع المراكز الشاهينية. عمران بن حمد بن مرحومة العامري يصل ويأخذ المركز السابع، بينما في المركز الثامن، المركز الثامن أسرار لمحمد بن حماد بوخرايط العامري وصلنا خذ المركز الثامن، بينما في المركز التاسع وصلت الفاتنة لمكتوم بن الشيبة السبوسي ياتي يحتل المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر هذه اللي قادمة الماسة، الماسة عاشر المراكز لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، 10 أسماء حضرت في هذا اللقاء، وخلف العشر هناك انتظار من أسماء أخرى حاضرة في هذا الملتقى للتنافس للتحدي في منافسات المرموم وتحديات ميدانها الذكي. عودة إلى عملة لا زالت مسيطرة، هذه عملة لناصر بن عبد الله المسند اللي يقدم هذه الأسماء، وهالي الخور يبغون لهم تحية وسلام من هذا الرجل الأنيق. بينما في المركز الثاني وصول من قبل هملولة، هملولة قادمة خلفان بن صياح بن رصاص المنصوري يحتل المركز الثاني، حاضر أيضا في تحديات المحليات الأصايل، بينما بالمرحومة قادم مع وجود الشاهينية عمران بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري وصل وخذ المركز الثالث، ينافس دائما منافسات الشقية من يعني الشعارات المعروفة اللي ملتزمين حتى بالمشاركة وبالشعار في المنافسات الرسمية. بينما في المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات الظبي قادمة، علي بن سالم بن علي الوهيبي يقدم الظبي تحتل المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، نشوف هنا خامس المراكز، سيف بن سهيل بن خيره العفاري يقدم الشايبه في هذه المشاركه لتتواجد على المركز الخامس. المركز السادس تقدمت مطيله خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي غير الى المركز الخامس. المركز السادس اللي وصلت الفاتنه الحلوه المعشوقه والجميله، هذه الفاتنه لمكتوم بن الشيبه السبوسي يصل يتدخل الى المركز السادس، بينما المركز الثامن هنا حضور من قبل أسرار محمد بن حماد بو خرايط العامري في المركز الثامن والمركز التاسع، تقدمت الظبي عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، والمركز العاشر لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهذه هي سيوف في هذا اللقاء. هذه 10 الأسماء اللي حضرت، في تغييرات طفيفة على مؤخرة الشوط، إلا أن المقدمة لا زالت هنا في هذه اللحظات
تسير بعملتها المعدنية الغالية والنفيسة، ليس ما عملة رقمية لكنها عملة يعني ثابتة وجودها، عملة ذهبية. في مقدمة الشوط مع الناصر بن عبد الله المسند يقدم هذا اللقاء ويقدم هذه الأنواع في ميادين السباق، عملة عملة عملة. ناصر بن عبد الله المسند ولا زالت تبحر في المراكز الأولية، لا زالت تسير في جوها الخاص حتى هذه اللحظات، جو الناموس وجو الانتصار. بينما بالمرحومة يقدم المركز الثاني ويقدم الشاهينية عمران بن حمد بالمرحومة العامري، بينما في المركز الثالث بن صياح المنصوري مقدما هذا الاسم. وهذه القادمة عندكم يا سلام، هذه هملولة خلفان بن صياح المنصوري ياتي يحتل المركز الثالث، المركز الرابع اشوف التقدم من شعار الوهيبي. الوهيبي يقدم الظبي علي بن سالم بن علي الوهيبي، ما شاء الله. هذه الاندفاعات مع المحليات الاصايل الاصايل. والخريباني قادم في المركز الخامس في هذه اللحظات الى المركز الخامس، عبد الله بن سالم لخريباني النعيمي، بينما الفاتنه لمكتوم بن الشيب السبوسي على سادس المراكز. هذه الاسماء اللي حضرت مشاهدينا الكرام، لكن بنروح الى الخور، بنروح الى مقدمه الحور وفي صداره هذا الشوط. ما شاء الله عمله لا زالت مسيطره، تعامل الجميع بالمنافسه الرسميه لكنها مسيطره، ما شاء الله مسيطره وسيطرتها واضحه. هذه عمله ناصر بن عبد الله المسند ما شاء الله يقدم لنا ابو عبد الله هذا الاسم. هذه امامكم تسير العمله بدون اي مضايقات، بدون اي مضايقات. 1200 على خط النهايه وعمله مسيطره، عمله مسيطره، عمله الخور اليوم مرتفعه مرتفعه بالمشاركه هناك. ناصر بن عبد الله المسند على قائمه الشوط، على القائمه، راحت بالانتصار. الجوله الثانيه اذا ذهبت له للخور ما شاء الله، ناصر بن عبد الله المسند. المركز الثاني الظبي علي بن سالم بن علي الوهيبي. المركز الثالث بدأت الآن تغير، هذه اللي أمامكم يا سلام، شوف 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 الفاتنة مكتوب بن شيبة السبوسي والخريباني يقدم كذلك الظبي عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي. لكن عودة إلى الصراع، عودة إلى المقدمة بدون أي توامر. هذه اللي أمامكم، هذه اللي أمامكم عملة نادرة، عملة غالية، عملة نفيسة. هذه العملة في صدارة هذا الشوط، ناصر بن عبد الله المسند ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سارت على الجميع وانطلقت، اطلقت عنان اقدامها الى الناموس والى الانتصار. حرك المضمر، حرك المضمر، يبغي يعني مشاركه فعاله، يبغي اداء جميل، يبغي منافسه شقيه وقويه. لكن هنا في هذا اللقاء سار بالمركز الاول ابعد عن الجميع. جود مورنينج وصباح الخير يا اهل الخور هناك في الدوحه، في الدوحه، في الدوحة. انتقلت ذهبت يعني اكيد عودهم على السلامات، عودهم على الانتصارات، لكن متعود ان يشارك في اشواط القمم، اشواط الذهب، وهي عمله نادره بالفعل. تعامل الناموس بعملتها القويه والمشفره. تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على فوز عمله بالمركز الاول وبالتوقيت الافضل. المركز الثاني هنا وصول، هذه وصايف طرشوم من صالح بن طرشوم العامري الظبي. في المركز الثالث لعلي بن سالم بن علي الوهيبي. المركز الرابع مصدر قادمة لحمد بن سالم بن حلوكه. والمركز الخامس هي الفاتنة لمكتوم بن الشيب السبوسي. هكذا إذا النتيجة مشاهدينا الكرام، التوقيت الأفضل حتى اللحظة. هذه أمامكم راحت عملة منذ البداية، قامت راس وانهت هذا الشوط راس لتنتزع الناموس وتنتزع المركز الاول وتؤدي لمالكها ناصر بن عبد الله المسند بتسع دقائق 14 ثانيه خمسه اجزاء من الثانيه. مسجل التوقيت الافضل في صباح هذا اليوم مع المحليات الاصايل من الابكار الاذاعه. المركز الثاني لحظات وصول المنافسين، وهنا وصايف في هذه اللقاء طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري بن مبارك تسع دقائق 22 ثانيه وجزء وحيد من الثانيه لتنتزع كذلك المركز الثاني.
أما الظبي في المركز الثالث لمالكها علي بن سالم بن علي الوهيبي، 9 دقائق 22 ثانية، وجزيني من الثانية تشاركنا وتسجل كذلك حضورها المشرف في المركز الثالث. بسم الله.